السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الصف الثالث الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هناخد درس قطرة ماء. عندي الأسرة مكونة من باسم وبسمة الأب والأم. في يوم من الأيام اجتمعت الأسرة لتشاهد التلفاز. يبقى معايا لماذا اجتمعت الأسرة؟ اجتمعت الأسرة لتشاهد التلفاز. فجذب انتباههم مشاهد دار ماء النيل. فغضب الأب والأم. باسم وبسمة لاحظوا غضب الأب والأم. فسأل باسم وبسمة: لماذا غضبت يا أبي؟ لماذا غضبت يا أمي؟ لماذا غضب الأب والأم؟ غضب الأب والأم عندما شاهدوا مشاهد إهدار ماء النيل. بعد قال الأب أن النيل مصدر الحياة، من مياهه نشرب ومن مياهه نروي الزرع. يبقى ما هي فوائد نهر النيل؟ فوائد نهر النيل: من مياهه يشرب الإنسان ومن مياهه يروي الفلاح الزرع. قالت الأم: علينا أن نحافظ على كل قطرة ماء. قال الأب: كيف نحافظ على كل قطرة ماء؟ أو ما هي خطة الأسرة للمحافظة على كل قطرة ماء؟ أو ما اقتراحات الأسرة للمحافظة على كل قطرة ماء؟ قالت بسمة، أول حاجة اقتراح بسمة، قالت بسمة: لن أفتح الصنبور كاملا عند الاستخدام وغسل اليدين. قال باسم: سأغلق الصنبور مباشرة بعد غسل وجهي. قالت الأم: وأنا سأغسل الفواكه والخضروات في إناء فيه ماء متجدد، ولن أغسلها تحت الصنبور لأوفر في المياه. قال الأب: وأنا أستخدم كوبا من الماء عند غسل أسناني. قال باسم: سأطلب من زملائي عدم الإسراف في الماء. ماذا سيطلب باسم من زملائه؟ سيطلب باسم من زملائه عدم الإسراف في الماء. قالت بسمة: وأنا أيضا. قال الأب: أحسنتما، فقطرة الماء تساوي الحياة. كما نهانا الله تعالى في الآية الكريمة عن عدم الإسراف في الماء. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. ننتقل للقاموس. عند الكلمة ومرادفها: جذب مع مرادفها شدة، إهدار مرادفها تضييق، الإسراف مرادفها التبذير، مصدر مرادفها أساس. الكلمة ومضادها: جذب مضادها نفر، إهدار مضادها محافظة، الإسراف مضادها التوفيق. كده عندي سؤال تحليل مقاطع صوتية. حلل الكلمات إلى مقاطع صوتية. أول كلمة قطرة، كلمة تانية إهدار. ننتقل لخريطة الكلمة. عندي كلمة إهدار، المرادف مرادف إهدار اللي أخدناه معناها تضييق، والمضاد محافظة، النوم عندي اسم، الجملة مضع، كلمة إهدار في جملة. بعد كده ننتقل شبكة المفردات. عندي كلمة نهر النيل. في النهاية سأطرح عليكم سؤال، وهو: ماذا يحدث لو لم يوجد نهر النيل في مصر؟ لو لم يوجد نهر النيل في مصر ستصبح مصر صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. ولذلك فنهر النيل له أهمية كبيرة على مصر والمصريين، فيجب علينا جميعا أن نحافظ على كل قطرة ماء.